اتكلمنا الحصة اللي فاتت ازاي نعمل multiply لفراكشن باي فراكشن، وقلنا ان في كذا طريقة للحل، كان من ضمنهم طريقة اسمها طريقة الديستريبيوشن، صح كده؟ وخدنا ازاي نعمل ميكسد باي فراكشن كمان، ميكسد باي فراكشن. هفكرك كده احنا كنا بنعمل ايه. المفروض لو انا عايز اعمل تايمز لفراكشن وفراكشن 1 over 3 باي 1 over 2، هنا هعمل باي باي 1 باي 1 1 3 باي 2 6. طب لو انا كتبت دلوقتي 2 over 5 باي 4، هخلي ال 4 دي over كام واعمل باي باي برضو. 2 باي 4 8، 1 باي 5 5، 8 over 5 هل دي السمبلست 4؟ ال 8 جواها كام 5؟ 1 هول، والريميندر 3 over 5. كلام جميل. لو كتبت دلوقتي 2 over 7 times half ممكن اعمل ايه؟ هنشيل ال 2 مع ال 2، لان احنا قلنا ممكن قبل ما نعمل باي باي نعمل ايه؟ simplify. بمعنى ان ال 2 وال 2 في نفس التيبل، فلو عملت divide 2 1 divide 2 1 فكده كده ال 1 وال 1 ده ما لهمش لازمه في المالتيبليكيشن، لان الناتج بيفضل زي ما هو. ف 1 باي 1 1، 7 باي 1 ب 7. فمن الاخر احنا طيرنا ال 2 مع ال 2 واللي اتبقى كتبته 1 اوفر كام؟ 7. وبعد كده خدنا ازاي نعمل ميكسد باي فراكشن، وقلنا في طريقتين للحل. الطريقه الاولى ان انا لو عندي مثلا 2 ثيرد باي فيفث مثلا، ايه الحل؟ الحل ان انا همسك ال 2 ثيرد احولها من ميكسد لامبروبر، ولما احولها امبروبر ابقى اعمل باي 2 باي 3 6، زود 1 بقت 7 اوفر 3 باي 1 اوفر 5. هل هتقدر تعمل سمبليفاي ولا نعمل باي باي؟ باي باي 1 باي 7 ب 7، 3 باي 5 15. خلصت المساله؟ اه خلصت. طب كان في طريقه ثانيه اسمها طريقه الديستريبيوشن او الديستريبيوتيف، وقلنا دي معناها ايه؟ التوزيع. يعني ايه بقى توزيع؟ معناها ان انا بكسر ال 2 ثيرد، بخليها 2 بلس ثيرد، وتاخد كل ده تعمل له تايمز كام؟ 1 اوفر 5. دلوقتي هتاخد ال 1 اوفر 5 تعمل لها باي 2، وال 1 اوفر 5 تعمل لها باي ثيرد، عادي خالص. يعني 2 باي 1 اوفر 5 بلس 1 اوفر 5 باي 1 اوفر 3. هنحسب دي لوحدها هتطلع كام؟ ليه؟ 2 over 5 مش دي over 1، وبنعمل باي باي. الناس ضربت ال 2 في ال 1 وال 2 في ال 5 غلط. 2 باي 1 ب 2 وال 1 باي 5 ب 5 بلس، اعمل باي باي هنا 1 over 15. هل تقدر تعمل بلس؟ لا، لازم اوصل مين لمين؟ ال 5 لل 15، بان انا اعمل لها باي 3 باي 3 2 باي 3 6 over 15 بلس 1 over 15، فبقت الإجابة 7 over 15، اللي هي نفس الطريقة، بس طبعا الطريقة دي بالنسبة لنا أسهل وأسرع. النهاردة بقى احنا مش هناخد ميكسد نعمل له باي فراكشن، لا، هناخد ميكسد نعمل له باي ميكسد كمان. فخد بالك إن طريقة الديستريبيوتيف هتبقى أصعب. ليه؟ لان انت دلوقتي مش هتكسر الميكسد ده بس وتسيب الفراكشن، ده انت عندك الاثنين ميكسد، فهتكسر ده وهتكسر ده. تعال نمشي واحده واحده. لا، انا عايز احل المساله دي الاول عشان افكرك احنا كنا بنعمل ايه في الديستريبيوتيف تاني. ايه المفروض نعمله؟ هنكسر مين؟ ال 2 فيفث، صح كده؟ هنخليها 2 بلس 1 اوفر 3، اسف ال 2 ثيرد 2 بلس 1 اوفر 3، كل ده مالتبلايد باي، هناخد ال 5 نعمل لها باي 2 مره وباي ثيرد مره. مليني هتكتب ايه؟ 2 باي 5 بلس ثيرد باي 5. هحسب دي لوحدها ودي لوحدها، دي لوحدها تبقى 10 هول. طب ودي؟ ها 5 اوفر 3، 5 اوفر 3 عشان 1 باي 5 ب 5، وادي ال 3
تقدر تكمل المسألة دلوقتي؟ اه يا مستر دي مسألة بلس عادية. ده ايه ده؟ حوله لي الميكسد. الفايف جواها كام؟ 3 1. زود ال1 على ال10 يبقوا 11 وريميندر 2 اوفر. الشكل ده هو إجابة المسألة. بس كان ايه الأسرع بالنسبة لي في الحل؟ كان الأسهل من كل ده ان انا ابدا احول الميكسد اللي عندي ده لايه؟ الامبروبر 2 باي 3 زود 1 بقت 7 اوفر باي كام؟ ال 5 اوفر 1 وهعمل باي باي 7 باي 5 35 اوفر. ده ايه ده؟ امبروبر. حوله لايه؟ ميكسد. نركز. ها هننزل تحت ال 3 واسال نفسي 3 باي كام يديني 35؟ 11. 3 باي 11 ب 33 وريميندر كام؟ بص كده هي هي، بس ايه الطريقه الاسرع؟ دي طبعا، لان دي بتاخد وقت ايه؟ اطول في الحل. طيب خلينا نقول بقى ان احنا النهارده هنبدا نحل المسائل الاول بطريقه مين؟ الامبروبر، وبعد كده ناخد مسالتين بس نحلهم بطريقه الديستريبيوتر. احنا قلنا حتى لو انت مش عايز تحل بيها ممكن هو يجيبها لك في الامتحان ويكتب لك مثلا اكس او بي او ايه زي الحصه اللي فاتت ما خدنا مسائل. تعال نبدا، يلا نشوف اول سؤال. 3 هول و4 اوفر 7 تايمز 1 اوفر 5 ده ميكسد باي فراكشن. هنعمل ايه؟ هنحول الميكسد ده لايه؟ لامبروبر. ماليش دعوه بال7. 3 باي 7 21 زود عليها 4 25 باي 1 اوفر 5 هعمل باي باي. لا هعمل سمبليفاي لمين؟ 5 و25 هنا ديفايد 5 بكام؟ 1 وهنا 5 هنعمل ايه؟ باي باي 5 باي 1 ب 5 مين اللي تحت؟ 7. خلصت المساله؟ اه خلصت. تعالى نحل السؤال اللي جنبه. يلا يا ابراهيم تمام 4 باي 3 12 14 يبقى 14 اوفر 3 باي ايه اللي يحصل؟ ال 7 ديفايد 7 ب 1 ايكوال 2. ها لا طير ال 3 مع 3 خالص وريح دماغك. ايه اللي باقي لي فوق؟ 2. مين اللي باقي تحت؟ 2 اوفر 1 بكام؟ ب 2. 2 هول. خلاص اي حاجه اوفر 1 بتنزل زي ما هي. ياسين يلا ياسين، هنا بقى ده ميكسد وده ميكسد، فركز عشان ما تغلطش. اول حاجه هنعملها ايه؟ حولها لامبروبر. اه ايه 9 اكتب ايه 9 اوفر 4 باي اللي انت عملته هنا اعمله هنا 2 باي 3 4 6 8. خلصت المساله ولا لسه؟ اه ده انا هعمل سمبليفاي لمين ومين مع بعض. ركز هنا، ركز هنا يا ابراهيم، ركز هنا يا استاذ زياد. مش شايف؟ مش شايف من مين؟ انت بتستهبل. ها ال 3 وال 9 ايوه ماشي، احنا هناخد ال 3 وال 9 الاول. ال 3 وال 9 في تيبل هنعمل ديفايد 3 ديفايد 3 3. خلصت؟ لسه. ال 4 وال 8 في تيبل 4 الاسرع في تيبل 4 ديفايد 4 1 ديفايد 4 2 اعمل باي باي 3 باي 2 6. مين اللي تحت؟ 6 اوفر 1 6. يلا يا عبد الرحمن. انا اوفر 2 باي 7 اوفر 4 هنا
هنا مفيش simplify يبقى هعمل باي باي 7 باي 7 49 اغسل وشي 7 باي 7 49 2 باي 4 8 ها خلصت ولا لسه؟ لسه ليه؟ عشان ده ماله ده؟ ده امبروبر هنحوله لايه؟ ميكسد تعال نحول لميكسد مين اللي تحت؟ 8 8 باي كام يديني 49 مفيش فهدور على الاقل مين 8 باي 6 ب 48 دي اقرب والريميندر كام 1 السؤال اللي بعد يلا يا ساندرا ها ليه 2 احنا بنعمل ايه 1 باي 3 ب 3 هزود عليها 1 كمان يبقى 4 4 اوفر 3 باي 9 اوفر 8 خلصت ولا لسه مين مع بعض في التيبل ال 9 وال 3 هنا 1 هنا 3 ال 4 وال 8 1 و 2 هعمل ايه اخر حاجه باي باي 1 باي 3 3 1 باي 2 خلصت ليه عشان ده امبروبر حوله لي يلا الميكسد 1 هول تمام اروى هنعمل ايه واحده واحده عشان دي كبيره شويه في النمبرز 5 باي 7 35 هنزود عليها 2 ماشي اوفر 7 2 باي 6 2 باي 11 22 هنزود عليها 6 اوفر 11 واحده واحده بقى عشان هنا كبيره مين في نفس التيبل لا في ال 7 28 في تيبل كام 7 ديفايد 7 ديفايد 7 مين تاني في نفس التيبل مفيش حاجه يبقى ايه الحل باي باي ده بص بقى 1 باي 11 ب 11 طب 37 باي 4 بص كده 37 باي 4 انا هشتغل بالستاندرد الجوريزم 4 باي 7 28 8 وكاري اب 2 وبعد كده 4 باي 3 12 ومعايا 2 14 بقت 148 مش دي المشكله المشكله ان المساله كده امبروبر لا هي كده مفيهاش سمبليفاي انا هعمل ايه بصوا الطريقه العاديه بتاعتنا احنا هننزل مين تحت عايزين ندور 11 باي كام يديني 148 والله انا مش عارف انا همشي واحده واحده انا همشي واحده واحده حتى لو انت عارف اصبر انتوا بتسمعوا ولا لا هناخد 11 باي اقرب رقم انا حافظه 10 11 باي 10 110 طب 11 باي 11 121 مش انا بزود 11 طب 11 باي 12 132 طب 11 باي 13 143 طب 11 باي 14 154 تنفع دي؟ تنفع اللي قبلها؟ يبقى 11 باي كام؟ 13 11 باي 13 طلعت كام؟ 143 اللي باقي؟ 5 طبعا مسألة كبيرة الخطوات بتاعتها كبيرة طب أنا هسألك بقى سؤال هو المسألة دي ليها طريقة تانية للحل؟ طريقة الديستريبيوتيف بس طريقة الديستريبيوتيف للأسف للإيه؟ للأسف هتبقى أصعب فاللي بتتحل بالإمبروبر بطريقة صعبة الديستريبيوتيف بتبقى أصعب ليه فخد بالك إن الطريق حتى لو الطريقة دي بالنسبة أنا هوريك طريقة الديستريبيوتيف في مسألة بس حتى لو الطريقة دي رخمة شوية بالنسبة لك مش مشكلة
امشي واحده واحده، التيبل معاك، اكتب على جنب كده في ستابس في اي درافت ورقه على جنب تقدر تشتغل فيها لحد لما توصل للمساله. طب بصوا مسائل تاني، مساله كمان ابدا معايا كريم. ها إليفن أوفر 6 هنا 22 أوفر 5. في حاجة في نفس التيبل؟ لا، في ال 6 وال 22 هما الاثنين even، يبقى هما الاثنين في تيبل 2. divide 2 3 divide 2 11. في حاجة تاني في نفس التيبل؟ لا. يبقى هعمل ايه؟ باي باي 11 باي 11 21 3 باي 5 15. خلصت؟ لسه. هبدأ مين اللي تحت؟ عايز 15 باي حاجة تديني أقل من 121. طب تعالى ناخد 15 باي مثلا 9. ماشي 15 باي 10 150 تنفع؟ لا. انا عايز ارجع لورا 15 باي 9. لا اصبر بس، انا بتكلم دلوقتي على 15. 15 باي 9 ايكوال كام؟ 135 تنفع؟ طب خليها 15 باي 8 ايكوال 120. صح 120. يبقى 120 الريميندر بقى كام؟ 1. يبقى هنا 8 وهنا 1. دي الطريقه اللي بنحل بيها دايما المسائل الكبيره. ده لو جات لي مساله كبيره. انا دلوقتي هحل معاك اكبر مسائل في الكتاب. انت لو جيت تحل لوحدك مش هتلاقي مسائل اكبر من اللي احنا بنحلها دلوقتي. تمام؟ المسائل اللي بتيجي دايما في الامتحان المسائل دي اللي هي السهله اللي فيها سمبليفاي صغير. بص السمبليفاي هنا كان صغير، هنا كان صغير، من اول هنا المسائل بدات تبقى اكبر شويه. طيب روفانا، يلا روفانا 4 باي 7 28. نركز 4 باي 7 28 بلس 2 30 اوفر 7 باي 6 7 اوفر 3. ال 7 وال 7 طاروا اساسا، ال 3 وال 10 في تيبل كام؟ في تيبل 3. اعمل ديفايد 3 1 ديفايد 3 10. ايه اللي اتبقى؟ 10 اوفر 1 اللي هي بكام؟ 10. صعب الكلام؟ يلا امينه 9 10. ماشي 27 اوفر 5 برافو عليك. ها 8. مين مع مين؟ ال 10 مع ال 5. ها هنا كام؟ 1 وهنا 2. مين تاني؟ ال 3 وال 27 في تيبل 3. ديفايد 3 1 ديفايد 3 ب 9 9 باي 3 ب 27. هعمل ايه في الاخر؟ باي باي 2 باي 9 18 اوفر 1 اللي هي 18. صعب الكلام؟ ها لا انا بتكلم على المساله دي دي. ها فيفتي تو اوفر 5 هنا 35 برافو عليك اوفر 8. ركز واحده واحده، مين انت شايفه في نفس التيبل؟ ال 5 مع ال 35 ديفايد 5. يلا ديفايد 5، ال 5 فيها كام 5؟ 1 ديفايد 5 7.
طيب ال 52 وال 8 هما في نفس التيبل؟ اه هما الاثنين ايفن، يبقى في تيبل كام؟ هات النص على طول، النص، نص ال 8 4، نص ال 52 26. طب ثانيه احنا لسه ما خلصناش ال 26 وال 4، مش هما الاثنين ايفن تاني؟ يبقى هعمل ديفايد كام؟ 2، ديفايد 2، ديفايد 2 13. قول لي بقى كده ايه اللي باقي لك في الارقام؟ 2 1 هنا 13 وهنا 7 وهنا 2 وهنا 1، يعني شكل المساله كانها 13 اوفر 1 باي 7 اوفر 2. سهله خالص، 13 باي 7 لا 13 باي 7 باي 7 7 باي 3 ب 21 1 وكاري اوف 2 7 باي 1 ب 7 ومعايا 2 9 اوفر كام؟ ركز بقى كده 91 اوفر 2. برافو عليك 45. ليه بقى؟ صح ايوه صح، ال 91 ديفايد 2 احنا اتفقنا ديفايد 2 معناها بتجيب الايه؟ نص، نص ال 91، نص ال 90 45، وريميندر كام؟ هاف، هاف اهو، هاف 45 اند هاف. طب لو انا مش عايز احلها كده يبقى انا مضطر بقى اقعد اسمع او اشوف تيبل 2 2 باي كام يديني حاجه قريبه من 91. انت عارف مثلا 2 باي 40 بكام؟ 80. هي دي قريبه لسه. طب 2 باي 45 90، ايوه هي اقرب حاجه، وريميندر كام؟ 1. يبقى 2 باي 45 ب 90 وريميندر 1. كلام جميل، خلصنا دول. تعال نبص بقى دلوقتي للسؤال ده. السؤال ده انا عايز حضرتك تحله باستخدام طريقه الايه؟ الديستريبيوتيف. ركز بقى معايا، لا عشان نبقى عارفين احنا بنعمل ايه. مش شرط تحل المساله، يعني انا مش عايزك تحل بالطريقه دي، انا عايزك بس تفهم الخطوات بتاعتها بتبقى ازاي. احنا اتفقنا ان في طريقه الديستريبيوتيف اللي فوق انا كسرت ال 2 ثيرد ل 2 بلس ثيرد، صح؟ انا هنا هكسر مين؟ ال 2 و 3 كوارترز، هخليها 2 بلس 3 كوارتر، ماشي. باي ايه ده يا مستر؟ ده كمان ميكسد. هو معلش انتوا نايمين ليه؟ ممكن نركز؟ هنكسر الميكسد ده ل 1 بلس 5 اوفر 11. ايه الخطوه اللي جايه؟ هنستخدم طريقه الاسهم زي ما عملنا فوق. هناخد مين؟ ال 1 نعمل له باي 2 وباي 3 اوفر 4. طب انت كده خلصت؟ هي دي المشكله بقى، ان انا هاخد مين كمان دلوقتي؟ 5 اوفر 11 واعمل لها باي 2 مره وباي 3 اوفر 4 مره، فبقت المساله كام ملتبليكيشن؟ 4. اربع حاجات تعالى نكتبهم. كام باي كام؟ 2 باي 1 بلس 3 اوفر 4 باي 1. كده انا خلصت الاسهم الزرقاء بلس، لا 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 هكتبهم كلهم واحده واحده. 5 اوفر 11 باي 2 بلس 5 اوفر 11 باي 3 اوفر 4. كده انت عندك كم مساله؟ اثنين، اسف، اربع مسائل. الاثنين دول اللي طلعوا من الاسهم الخضراء، والاثنين دول بتوع الاسهم الزرقاء. تعال نحسب كل واحده لوحدها. دي هتطلع بكام؟ ب 2. دي 3 اوفر 4. اي حاجه. طيب هنا 10 اوفر 11. هنا في سمبليفاي ولا اعمل باي باي؟ باي باي، مفيش سمبليفاي، يبقى 5 باي 3 15 اوفر 44. كلام جميل. تعالى نعمل لهم ايه؟ هتقدر تعمل بلس؟ لا، بسبب اختلاف الدينومينيتور، انلايك دينومينيتور. فايه الحل؟ نعمل لل 11 دي باي 4 باي 4، ونعمل لل 4 باي 11 باي 11. ليه؟ بص الشكل الجديد، دي هول ماليش دعوه بيها، دي بقت كام؟
33 over 44 plus 40 over 44 مش 10 by 4 plus 15 over 44 مالكش دعوه بال2 دي الهول الدينومينيتور 44 جمع لي يلا 33 و 40 73 زود عليهم 15 88 خلصت ولا لسه؟ لسه ها 88 ديفايد 44 دي ب 2 هول زودوا مع ال 2 تبقى يبقى دي الاجابه. طبعا احنا بقى لنا 3 ايام اتسحرنا وفطرنا وتعشينا واحنا لسه ما خلصناش المساله. بص احنا عمالين بنعمل ايه؟ طب تعالى بقى نحلها. لا هتجيبني انا معاك يا سيدي. تعالى نحل المساله دي بالطريقه العاديه بتاعتنا اللي هي طريقه الايه؟ الامبروبر. يلا يلا يا حبيبه حبيبه 11 over 4 by 16 over 11 هنا 1 ايه اللي اتبقى لك؟ اللهم صل على النبي. خلصت خلصت صح كده؟ ده انا بكره المجموعه دي اكتر ناس مطبلاتيه في الدنيا. اي حاجه نسقف عليها وهيصه سقوا قبل ما نعمل باي باي يعمل سم. ايوه انت باي باي ممكن تعمل سم. ماشي يا اسطى خلاص اصبر. عايزين اغنيه. طيب دلوقتي عشان نبقى خلصنا اليونت بتاعتنا اللي باقي لنا ليسون 6 تمام وليسون 7 نفس الكلام هنقول عليه بس هنشرحه واحده واحده و8 و9 كل دول بيتكلموا تقريبا على نفس الحاجات. ليسون 6 بس الاول بيتكلم على الستوري بروبلم المسائل الكلاميه. احنا متفقين ان المسائل ليها انواع في حاجات بتخليني اعمل بلس ماينس باي ديفايد اي حاجه. ايه اللي يعرفني ان المساله فيها باي؟ ان انا الاقي حاجه عماله بتتكرر مره او اكتر من مره. خد بالك ان انا ممكن اخليك تكرر الحاجه مره ونص. ازاي مره ونص؟ انا اللي اعرفه ان انا اكررها مره مرتين ثلاث مرات زي بالظبط ما اقول لك مثلا ان مستر عبد الرحمن معاه فلوس قد اللي معاك مره ونص. لو انت كان معاك 10 باوندز مستر عبد الرحمن يبقى معاه كام؟ 15. ليه؟ انا معايا مره ونص قدك مره قدك ونص كمان يبقى مجموعهم كام؟ 15. عارف دي كده كانها ايه بالظبط؟ بص وركز على اللي انا هعمله 10 باي 1 اند هاف مره ونص. تعال نشوف هل هتطلع 15 ولا لا؟ ال 10 هول انا ماليش دعوه بيها وال 1 اند هاف 1 باي 2 ب 2 هحولها من ميكسد لامبروبر 1 باي 2 ب 2 1 3 3 اوفر كام؟ في سمبليفاي ولا لا؟ 2 2 هنا 1 هنا 5 5 باي 3 يبقى ده معناه ايه؟ ده معناه ايه؟ مره ونص صح؟ قد الفلوس اللي معاك يبقى عملت لها باي 1 اند هاف. طبعا قبل حصه النهارده احنا كان اخرنا تقول لي انا معايا فلوس قدك مره مرتين 10 20 50 لكن ما فيش حاجه اسمها مره ونص ومرتين وربع والكلام ده صح؟ فانا دلوقتي هبدا احل بناء على الكلمتين دول. بيقول لي ايه السؤال؟ مارفينا بيرشيز ا باج اوف مانجو اشترت شنطه مانجا فروم ذا ماركت ذات هاز ا ماس اوف 3 كوارتر كيلو جرام ماشي. Her sister Sandy purchased the bag of orange that has a mass of one half إيه؟ times more than Marvina. قولي. ممكن نعمل واحد يعني نزوده مرة
ونجيب نصها ونزودها تاني. بس كده هتبقى صعب، انت هتضطر تمسك دي تجيب ايه نصها. فالاسهل ان انا اعمل باي. تاني كده هو قال لي هنا هي اشترت 1.5 كيلو جرام ولا 1.5 تايمز؟ كلمة تايمز دي معناها ايه؟ باي. يبقى دلوقتي لو انت عايز تعرف ساندي اشترت قد ايه، هنجيب 3 كوارتر ونعمل لها باي. السؤال اللي بعده ده ليه اكتر من طريقه حل. مايا 8 كوارتر اوف 24 كانديز. احنا خدنا كلمه اوف قبل كده معناها ايه؟ باي. بولا اللي بيحل. يبقى هنقول كوارتر باي ال 24. تقدر تقول لي اللي هيطلع ده هو عباره عن ايه؟ لا مش هيطلع فراكشن. انا هعمل سمبليفاي الاول. ال 4 وال 24 في تيبل 4 تمام. يبقى هنا 6 وهنا كام؟ 1. الإجابة 6 over 1 اللي هي 6. مين ال 6 دول؟ النمبر اوف كانديز اللي هي كلتهم. هي كلت كوارتر 24 يبقى ده النمبر اوف كانديز صح كده؟ طب قول لي بقى هاو ماني كانديز ار ليفت؟ الباقي قد ايه؟ ايوه يبقى انا هعمل ماينس اللي هو كام؟ 20 4 ماينس 6 تديني 80. طيب ثانية واحدة أنا عايز طريقة حل تانية. ها يا أنس هنجيب 24 نعمل لها ديفايد 4 وبعدين وبعد كده 24 ديفايد 4 تديني 6 تمام. وبعد كده هنجيب 24 دي برضه نشيل منها 6 يبقى 4. ما هي نفس الفكرة. لا انا عايز طريقه تانية. ازاي؟
ها فكر. ممكن نسمع زميلنا؟ ماشي. انا عايز افهم انتوا في طريقه تانية. لا مش هنقسم ال 6. لا برضو مش هي دي. طيب اسمعوني، هي كلت قد ايه؟ كوارتر. يبقى الباقي قد ايه؟ 3 quarters. صح، 3 quarters من كام؟ طب هي كلمة اوف معناها ايه؟ يعني 3 over 4 by 24. خلي دي over 1 واعمل simplify. divide 4 1 divide 4 3 by 6 18. دي جابت لك مين؟ الباقي على طول. انت هنا جبت اللي هي كلته الاول وبعد كده شلته من ال 24. انا هنا خليتك تجيب ايه؟ الباقي على طول، لان انا عارف ان هي مقسمه ال 24 لكام بارت؟ 4 بارتس. لما هي قسمت ال 24 كانديز ل 4 بارتس هي كلت كوارتر، يبقى ثابت ال 3 كوارترز دول الباقيين. فدي طريقه ثانيه. لا انا مش بتكلم على ايه الاسهل، احنا بنتناقش في فكره حل ثانيه لنفس المساله. طيب تعالوا نشوف دلوقتي اخر مساله قبل ما نتكلم على ليسون 7. جيوفاني ايرنز، كلمه ايرن يعني يكسب، 7 اند هاف ال اي فور ان اور، بيشتغل ساعه ويكسب 7 جنيه ونص. هي وركس 4 اورز بير داي، كل يوم. هاو ماتش ماني داز هي ايرن بير داي؟ هيكسب قد ايه كل يوم؟ هنعمل 4 باي 7 اند هاف باي 4. تيجي نحل دي بالديستريبيوتيف؟ لا هنحلها بالديستريبيوتيف. هنكتب ايه؟ 7 بلس هاف باي 4. يلا الاسهم، 7 باي 4 بلس هاف باي 4. 7 باي 4 28، هاف باي 4 2، اكني بقول لك نص ال 4 2، يبقى مجموعهم 30. طب لو انا بحلها بالطريقه العاديه حول لي دي يلا من ميكسر لامبروبر، 15 اوفر 2 باي اوفر، هنعمل سمبليفاي، دي فيها 1 دي فيها 15 باي 2 30. طبعا دول ال اي اللي هي الفلوس اللي هو كسبها في حاله ان هو اشتغل يوم كامل، واليوم الكامل ده اشتغل فيه 4 ساعات. كلام جميل. هنتكلم دلوقتي على ليسون 7. ليسون 7 هو بيفهمني حاجه بس بطريقه مختلفه شويه. انا فاهمها وبعرف احل المسائل، بس القصه هنا في ان انا هستخدم طريقه مختلفه شويه عن اللي انا بحل بيه. لو انا جيت قلت لك divide 7 oranges between two students، كل واحد نصيبه هيبقى كام؟ 3 and half. صح كده؟ انت عملتها منتلي عقليا. طب لو قلت لك distribute 7 apples among 4 students، 1 و 3 over 4 كل واحد فيهم، ولا 2 و 3 over 4؟ ها؟ اولا لو كل واحد فيهم خد 2 انا محتاج 8 apples اصلا. ماشي؟ فايه الحل؟ الحل هو ان انا همشي بطريقه الستاندرد الجوريزم، الديفيجن الجوريزم، اللي هي انهي طريقه؟ بص الاول هو بيقول لك ديفايد 7 between 2، يبقى 7 divide 2. ايوه يا مستر، ما هي دي سهله، انا ممكن اعملها 7 over 2 واحولها من امبروبر لميكسد. ال 7 جواها كام 2؟ جواها 3، وايه الريميندر؟ هاف. طب ما انا ممكن اعمل كده هنا برضو، هقول 7 divide كام؟ هتبقى 7 over 4 اللي هي 1 whole و 3 over 4. طيب بص بقى، مش هي دي اصلا كمان الطريقه اللي انا عايزها. انا بفهمك انك بتعرف تحل كده او كده. الطريقه الثانيه اللي هقول عليها دلوقتي هي طريقه اللونج ديفيجن. انا هكتب 7 ديفايد 2 بالطريقه القديمه بتاعتنا اللي هي 7 ديفايد 2. طب يا مستر انا هسمع تيبل 2،
انا مش محتاج اسمع تيبل 2. 7 مين هنا اقل في تيبل 2؟ 7 باي 3 صح كده، او 3 باي 2 ايكوال 6. والريميندر بقى كام؟ بص بقى انا عايز اوصل لك ان الشكل ده هو اللي هيطلع الاجابه دي بالظبط. ازاي؟ بص كده، فين الكوشنت؟ 3 ده الهول، والريميندر كام؟ 4 ده اللي هو فوق، والديفايزر كام؟ اللي هو اللي تحت. يبقى انت بتستخدم ثلاث اماكن، الكوشنت هو الهول، الريميندر هو النيوميريتور، الديفايزر اللي هو الدينوميتور. طب تعالى نعمل تاني المساله دي. 7 ديفايد 4، بص كده 7 ديفايد 4. طبعا لما تيجي تسمع تيبل 4 معروفه، ها مين هنا ينفع؟ الفور. مش انت بتدور على الاقل؟ مين الاقل من السبن هنا؟ الفور. هننقل فوق 1 وتحت ماينس، يعني 7 شيل منها 4، ده ايه ده؟ ريميندر. يبقى فين الهول؟ 1 هول اهي، و 3 اوفر 4. يبقى دي الطريقه اللي انا هحول بيها، هعمل حاجه اسمها كونفرت لمين؟ للامبروبر. لايه؟ لميكسر. مش انت عندك ده كده كان امبروبر 7 اوفر 4، انا اقدر احوله لك لميكسد بالطريقه دي، بطريقه اللونج ديفيجن، بطريقه نفس الفكره يعني. فلو انا كتبت لك دلوقتي ديفايد 14 انتو 3 ستودنتس مثلا، ديفايد 13 او 14 ال اي انتو 3 ستودنتس، هنعمل ايه؟ هنكتب 14 ديفايد 3 اللي هي 14 اوفر 3. انا عارف ان انا اقدر احولها ميكسد بالطريقه بتاعتنا، هننزل 3 ونقول 3 باي كام يديني 14؟ مفيش، فدور على الاقل 3 باي 4 ايكوال 12 وريميندر 2. تعال نحلها بطريقتنا، طريقتنا احنا بقى اهي، ادي 14 ديفايد كام؟ 3. اول خطوه انا بسمع تيبل كام؟ 3. 1 ب 3، 2 ب 6، 3 ب 9، 4 ب 12، 5 ب 15، كفايه. دول مين الاقل؟ ال 12 انقل فوق وتحت ماينس، مفيش اسحب اللي جاي بقى. فين الهول؟ 4 والريميندر اوفر 3. نعم اه طبعا ما احنا فاهمين اللعبه، بس انا عايز اوصل لك انه ساعات في الامتحان هيعمل ايه؟ هيكتب دي زي ما هي ويقول لك مثلا الريميندر كام؟ 2. طب اللي هيحط لك هنا بي ويكتب لك مثلا ان البي ايكوال كام في المساله الاساسيه بتاعتي. طيب تعالى بقى بعد لما فهمنا الجزء ده نشوف اخر كويستشن على السؤال. ديفايد كام بيتزا؟ امونج كام جيرل؟ واتس ذا شير اوف ايتش جيرل؟ كل واحده هتاخد قد ايه؟ اهو 13 ديفايد كام؟ 4. يلا ال1 ب 4، ال2 ب 8، ال3 ب 12، بس خلاص. يبقى هكتب هنا 3 12 ماينس 1، يبقى each girl هتاخد كام؟ 3 1 اوفر 4 of a pizza. نعم اه منتلي تقدر تحلها، احنا مش معترضين بس عشان الطريقه دي هتفيدنا كمان درسين ثلاثه في حاجه معينه. هو بيفهمك ان في طريقه كمان غير ان انا احول الميكسر لامبروبر باستخدام بقى ان انا اقعد ادور على الرقم، ان انا اشتغل باللونج ديفيجن اللي قلنا عليه. طيب ليسون 8 و9 بيتكلموا الاثنين على الايه؟ الديفايد. بص بقى اسمعني عشان تفهم الاول، احنا هنفهم الاول قبل ما نكروت، هنفهم الاول وبعد كده نكروت الحل، نحله على طول كده في خطوه واحده. تعالى نفهم يعني ايه 3 ديفايد كوارتر. انا عندي 3 هول صح، عايز اقسم كل واحده في ال 3 هول لايه؟ كوارتر، او 4 بارتس 4 بارتس 4 بارتس. الاجابه تطلع كام؟ 3 لا انت عارف كاني بسالك على ايه؟ 12. ممتاز يا جدع،
12 وعمل ايه؟ عد الكوارترز. هو كانه بيسالك هاو ماني كوارترز ان 3، ال 3 الهول جواها كام كوارتر، او قسمها كوارترز. ادي كوارتر 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 كوارتر، هكمل بنفس الطريقه كل شويه. عد يلا هاو ماني كوارترز. ايوه هاو ماني كوارترز. الهول باي الدينومينيتور يطلع الاجابه على طول. دي الايه بقى؟ الكروات. بص هنا انت عارف الاجابه هتطلع كام؟ 18. بس لو انت عايز تحلها انت عايز تعمل ايه؟ 6 هول ديفايد ثيرد، قسمها الثيرد او ثيرد وثيرد وثيرد. انت عندك كام هول؟ 6. كام هول؟ 6 اهم. لا 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 مش هنعتبر اهم اهم 6. عد بقى هاو ماني ثيردز. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. فايه الاسرع؟ بوم. ده لو كان، اسمعني بقى كويس، لو كان في فوق 1 يونت فراكشن. لانه لو ما كانش يونت اللي هتعمله غلط. طب ما فيش طريقه بقى تحل لي اليونت واللي مش يونت؟ بص بقى يا سيدي هتعمل ايه؟ شقلب وقلب. اسمها ايه؟ شقلب وقلب. يعني ايه شقلب وقلب؟ بص يا سيدي كل اللي انت هتعمله، السؤال ده كان مكتوب 3 ديفايد كوارتر صح؟ بص ال 3 هتنزل زي ما هي، ليف ات، يعني سيبها زي ما هي. الديفايد شقلبها لباي، وال 1 اوفر 4 اقلبها 4 اوفر 1. فبنشقلب علامه الديفايد ونقلب الفراكشن اللي بعدها. طب بص كده 3 لسه لو كان في باي اعملها ب 12 تاني. اي مساله ديفايد تيجي لك من هنا ورايح انت بتستخدم طريقه ايه؟ شقلب ويل. بتشقلب علامه الديفايد وتقلب الفراكشن اللي بعدها عشان ما حدش يقلب الفراكشن الاولاني. احنا بنقلب دايما الديفايزر. طب اصبر بس يا حبيبي، اصبر اصبر، هنمشي واحده واحده اهو. هحل دي ازاي؟ انزل 5 باي هنا 2 اوفر 1 هعمل باي باي 5 باي 2 10 10 اوفر 1 ب 10. طبعا كان الاسرع هنا ان اعمل دول باي، بس عشان انا دي فيها يونت، لكن لو ما كانتش يونت ما كنتش هعرف اعمل كده. طب تعالى نحل بقى بالطريقه بتاعت شقلب وقلب دي كل المسائل اللي بتاعت الديفايد. 7 باي 4 اوفر 1 تبقى 28. مفيش ديفايد بقى، اعمل باي باي 2 باي 3 اوفر 1 ب 6. طيب هنا اعمل ايه؟ ها ايوه صح، ايوه صح، كمل يلا. ها 1 اوفر 5 باي، لا انا قلت بشقلب مين؟ التاني الديفايزر. قبل بس ما تسال سؤال، احنا اتفقنا اول فراكشن ده او اول حاجه بتنزل زي ما هي، علامه الديفايد بتبقى، والفراكشن اللي بعده اللي هو 2 اوفر 1 يعني انا خليته 1 اوفر 2. اعمل يلا باي باي 1 باي 1 1 5 باي 2 10. طب هنا تاني تاني ركز، ها هتنزل مين؟ 1 اوفر 2. علامه الديفايد ال 7 هتعمل باي باي 1 باي 1 2 باي 7 14. اقرا السؤال ده كده، هاو ماني ايه؟ Are there in 3 apples؟ اقرا السؤال ده منتلي كده عقليا. How many halves are there in 3 apples؟ لا 6. انا مش بقول لك half ال 3 apples قد ايه، انا بسال how many halves، كم عدد الانصاص اللي موجوده في 3 من التفاحات. ادي بصوا كده، التفاحه الاولى
والتانية والتالتة. لما تقسمها نصين كل واحدة هتطلع كام هاف؟ 6. طب دي تتحل ازاي؟ دي تتحل بالديفايد. احنا عرفنا ان هي ديفايد، عرفنا ان هي ديفايد بسبب كلمة ايه؟ how many. how many halves، او لما اسألك how many halves are there in 3 يبقى ال 3 ديفايد الهاف. انا بسأل how many halves in 3، فايه الحل؟ 3 باي 2 اوفر 1. 3 باي 2 6. 6 ايه بقى؟ هافز. 6 هافز ان 3 ابلز. ماشي. لا يلا يا استاذ محمد. عمر عمر. كوارتر ديفايد 3 هنعمل ايه؟ ماشي باي 1 اوفر 3. وهعمل ايه دلوقتي؟ باي نزل الشنطه يا سي. 1 باي 1 1 3 باي 4 12. يلا يا رقيه. ثيرد ديفايد 6 1 اوفر 3 باي ثانيه واحده 1 اوفر 6 هنعمل باي 18. ايه سؤالك يا بولا؟ 3 باي هنا 3 باي 4 ايكوال 12 زي السؤال الاولاني اللي انت قلته، لان السؤال الاولاني اللي انت كنت بتتكلم عليه كان اليونت فراكشن هو الديفايزر. اليونت فراكشن كان مكانه هنا الديفايزر. بص كده عشان ما تتلخبطش، عشان كده انا بقول لك طريقه شقلب وقلب دي بتريحك، بتخليك تحل كل المسائل صح. هنا الديفايزر هو اللي فيه يونت فراكشن، فدلوقتي تقدر تعمل لدول باي، على عكس بقى المساله اللي احنا كنا فيها دلوقتي. فهمت؟ فخليك حل دايما بطريقه ايه؟ شقلب وقلب دي كل المسائل. يلا امينه. 1 اوفر 6 ديفايد 4 1 اوفر 4 هعمل باي 1 باي 1 ب 1 6 باي 4 24. طيب بصوا هنا كده، ادي السؤال اللي عليه الدور. يلا يا ابراهيم. باي 1 اوفر 12 ها 1 1 اوفر 24. يلا يا يوسف. انا بدور 1 اوفر 3 باي 1 اوفر 3 هتبقى 1 اوفر 9. زينة. تمام. 1 اوفر 8 هنعمل باي 1 72. جوليانا لسه هنقول عليها برضو، ولو جت هتحلها بنفس الطريقه، عشان كده بقول لك الطريقه دي بتحل كل مسائل الديفايد. ها باي 1 اوفر 2 20. يلا يا جميل. ها 1 اوفر 5 باي 1 اوفر 3 1 15. لوجي. هننزل ال 1 اوفر 7 باي 1 اوفر 2 1 اوفر 14. كويس. يلا يا انس. يرحمكم الله. خلص يا انس. هي ايه يا انس؟ في ايه مالك؟ لا ما يعني ما تتخضش قوي كده. يلا. يوسف. 9 باي 1 اوفر 4 1 9 باي 4 بكام؟
هذا طرقع لك 36 يلا تيبل 9 اسهل تيبل عبد الرحمن لا 1 اوفر 12 باي 1 اوفر 3 يا فضحتي 36 طيب اسمعوني بقى خدنا الحصه اللي فاتت مسائل كان بيجي يقول لي 1 اوفر 3 باي حاجه تديني مثلا 1 اوفر 12 صح وقلنا كل اللي بنعمله بنشوف ازاي ال1 وصلت ل1 1 ازاي 3 بقت 12 باي 4 صح افرض انا شلت دي دلوقتي وحطيت لك مكانها مثلا اكس ما هي 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 الاكس هتبقى ايكوال 1 اوفر 4 طب بص طالما انت فهمت اللعبه دي تقدر تقول لي السي هنا بكام 1 اوفر 2 اللي هي هاف ليه لان السي دلوقتي بقت ايكوال 1 اوفر 2 عشان لما تحط هنا 1 اوفر 2 1 باي 1 ب 1 و 5 باي 2 ب 10 كلام جميل طب بص هنا للسؤال ده 6 باي كام ايكوال 42 7 لحد هنا الكلام زي الفل طب بص هنا 1 اوفر 4 باي كام 1 اوفر 5 لحد هنا مفيش مشكله المشكله هتبدا في المسائل اللي زي دي اكتب 1 اوفر 4 صح؟ ها فكر هل 1 اوفر 4 هتبقى صح؟ هي 4 ليه بقى؟ بص برافو عليك دلوقتي انا لو جيت حليت المسألة دي لو انا حليت المساله دي انا اللي هحلها لك اروح كاتب 1 اوفر 7 علامه الديفايد باي 1 اوفر 4 تبقى 4 اوفر وبعد كده هعمل باي باي تبقى 4 اوفر 7 وده معناه انك حليت غلط طب ايه الحل بقى قال لك الحل هو ان انت تحلها في دماغك وتشقلبها بعدين بمعنى ايه ادي 1 اوفر 7 ديفايد حاجه تديني 1 اوفر 28 انا هعتبر ان دي كام باي تبقى 1 اوفر 4 طب شقلبها 4 اوفر 1 تعال بقى نتاكد ان احنا حلينا صح 1 اوفر 7 باي شقلب 1 اوفر 4 تبقى 1 اوفر 28 تاني تاني مساله كمان مساله كمان هنا 1 اوفر 5 فهتبقى 5 اوفر 1 لان انا لو اعتبرت ان دي باي اعتبرتها باي ف1 باي 1 ب1 و3 باي 5 15 طالما دي 1 اوفر 5 فالاجابه 5 اوفر 1 يبقى الاي دلوقتي بالظبط بجيب الحل كانه باي واشقلبه طب هنا 5 ها 5 الاجابه 1 اوفر 5 لان 4 باي 5 ايكوال 20 هتبقى غلط خالص لان انت كده قصدك ان البي ايكوال 5 هو 4 ديفايد 5 ايكوال 20 غلط لكن لو انا دلوقتي حطيت بقى 1 اوفر 5 بص بقت ايه 4 ديفايد 1 اوفر 5 تعال احنا نحلها عشان نتاكد هننزل مين وعلامه الديفايد باي 1 اوفر 5 هتبقى 5 اوفر 1 اعمل باي باي هتطلع لك الاجابه كام 20 مسألة كمان نحلنا دول او بص للمسألة دي وهدي لك طريقة تانية يمكن تبقى اطول شوية بس برضو دي طريقة تانية ساعات الناس بتستخدمها وقت ما تحب تحل المسألة لو انا كاتب لك دلوقتي 1 over 3 divide x equal 1 over 12 فايه الاجابة الاجابه الاكس ايكوال 4 بس اللي هي 4 اوفر 1 صح كده طيب اسمعني بقى مش ماشي بالراحه بس دي 1 اوفر 3 صح انا عايزك تحول الديفايد دي لايه لباي فمين اللي يتكتب هنا عشان تبقى الاجابه 1 اوفر 12 4
لا 1 اوفر 4 عشان 1 باي 1 ب 1 و 3 باي 4 ب 12. فده لو كانت المساله مساله طب لما تبقى ديفايد هشقلب ال 1 اوفر 4 واخليها 4 اوفر 1. ال 4 اوفر 1 بكام؟ ب 4. طب يا مستر بصراحه انا مش عايز احل بالطريقه دي، هقول لك على طريقه ثانيه. الطريقه الثانيه اللي ممكن اديها لك عشان تحل بيها المساله انك ممكن تعمل لنفسك مساله عبيطه. احنا خدناها قبل كده، خدنا نفس الكلام ده انا قلته في سنه رابعه، قلت لك لو انت مش قادر تحدد انت عايز ايه من المساله اعمل لنفسك مساله عبيطه شبهها. يعني ايه دي مساله ايه؟ تعالى نعمل لنفسنا مساله ديفايد عبيطه خالص بارقام صغيره. مثلا 10 ديفايد 5 ايكوال 2 صح؟ الاكس دي مكان مين هنا؟ لو انا خبيت ال5 انا خبيتها مش عارفها اجيبها ازاي من الرقمين دول؟ اعمل لهم ديفايد. لا اعمل ال10 وال2 ديفايد عشان تطلع 5. طب هعمل 10 ديفايد 2 ولا 2 ديفايد 10؟ يبقى زي ما انا عملت هنا هعمل هنا. لو انا عايز اجيب الاكس هعمل مين ديفايد مين؟ 1 اوفر 3 ديفايد 1 اوفر 12. تعال نجرب 1 اوفر 3 ديفايد 1 اوفر 12. حل المساله بقى، خطواتك بتاعه الحل لاي مساله ديفايد 1 اوفر 3 باي 12 اوفر 1. طب بص كده ال 3 وال 12 في تيبل 3، هنا 1 وهنا 4، 1 باي 4 4 اوفر اللي هي كام؟ طبعا الطريقه اطول، بس لو انت حاسس انك مش قادر تجيب بالطريقه اللي فاتت فالطريقه دي هي البديله، انك تعمل لنفسك مساله ايه؟ تاني. بص تعال نحل المساله دي اهي. دي مسألة ايه؟ باي. اعمل لنفسك مسألة باي عبيطة. 2 باي 7 14. انا بختار اي مسألة عبيطة كده. مكان الانون اللي هو السي هو هنا مكان مين؟ 7. ازاي تجيب ال 7 وانت عندك الرقمين دول؟ باي ازاي؟ ديفايد 14 و 2 اعمل لهم ايه عشان يطلع لي 7؟ ديفايد مين؟ ديفايد مين؟ غلط. 14 ديفايد 2. فزي ما عملت كده هعمل كده. يبقى لو انا عايز اجيب السي هجيبها ازاي؟ 1 اوفر 10 ديفايد 1 اوفر 5. حل المساله. 2 1 اوفر 10 باي 5 اوفر 1. في سمبليفاي ال 5 وال 10 هنا 1 هنا 2. اعمل باي باي. كمان مسألة. بص هنا دي مسألة ايه دي؟ ديفايد. اعمل لنفسك مسألة عبيطة للديفايد. كام ديفايد كام؟ 5 ديفايد 2. لا 5 ديفايد 2 لا، خلينا في ارقام. 15 ديفايد 5 ايكوال كام؟ 3. قول لي يلا المكان بتاع الايه؟ هو مكان ال 5. لو ال 5 مش موجودة هتجيبها ازاي؟ مين ديفايد مين؟ 15 ديفايد 3. فزي ما عملت كده هعمل كده. لا العكس. ليه؟ اهو 15 ديفايد 3 يبقى ده ديفايد ده. ماليش دعوه بالاكبر، انا شكل المساله هي قدامي يا عبد الرحمن. لا هو عبد الرحمن مالكش دعوه، بس بعبد الرحمن وركز انت معايا. بص يا عبد الرحمن انا عايزك تاخد المساله دي تطبقها على دي بالظبط اهي. ده المكان بتاع الايه؟ لو انا مش عارفه هجيبه ازاي همسك ده اعمل له ديفايد ده، فهنا برضو همسك ده اعمل له ديفايد ده. الاثنين مترتبين فوق بعض اهو. يبقى دلوقتي الاي طلعت ايكوال 1 اوفر 3 ديفايد 1 اوفر 15. ابدا احلها عادي، نزل الثيرد باي 15 اوفر 1. ال 3 وال 15 في تيبل 3. ديفايد 3 1، ديفايد 3 5، 1 باي 5 5 وتحت 1. فالاجابه 5. طبعا احنا جبناها من الاول، احنا جبنا الاجابه من الاول، بس انا بوضح لك طريقه ثانيه للحل لو انت
مش قادر تحل بالطريقه القديمه. طب هما لو الاثنين يعني مش بنفس الطريقه، لو مكتوب مثلا 1 اوفر 4 باي 15 اوفر 1، بصوا كده 1 اوفر 4 باي 15 اوفر 1 دي هتطلع ميكسد، لان انا هعمل باي باي 15 اوفر 4، فالاجابه هتطلع 4 باي 3 ب 12 وريميندر 3. ماشي؟